حضرت رئاسة العمال للأرصاد وحماية البيئة من كتلة هوائية شديدة البرودة تبدأ من يوم الأربعاء على مناطق شمال وشمال غرب المملكة، حيث تشمل تبوك والجوف والحدود الشمالية، وتصحب بنشاط في الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية، يعقبها انخفاض ملموس في درجات الحرارة تصل إلى أقل من الصفر المئوي، وتتهيأ الفرصة بمشيئة الله تعالى لتساقط ثلوج خفيفة على منطقة تبوك جبل اللوز وعلقان والأطراف الشمالية من المملكة وطريف. وبيّنت الأرصاد أنه يبدأ تأثير الكتلة الهوائية الباردة من يوم الخميس على مناطق حائل والقصيم والشرقية والرياض، ويستمر الانخفاض في درجات الحرارة على منطقة المدينة المنورة ومكة المكرمة، تشمل السواحل منها بصحبة رياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، وتبدأ يوم الجمعة بالتأثير على جنوب المملكة ونجران ومرتفعات جازان وعسير والباحة. ولتفاصيل أكثر ينضم معنا المتحدث الرسمي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الأستاذ حسين القحطاني. مساء الخير حسين. بداية أستاذ حسين، يعني هل لك أن تطلعنا أكثر عن أحوال الطقس المتوقعة بمشيئة الله للأيام المقبلة؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة ما أعلنته الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن تأثر أجواء المملكة ابتداء من يوم الأربعاء بكتلة هوائية باردة شديدة البرودة كما ذكر في التقرير، هي الموجة الأقوى حتى الآن في فصل شتاء هذا العام على أجواء المملكة، والتوقعات تشير إلى انخفاض معدلات درجات الحرارة خاصة في مناطق شمال المملكة وشمال غرب المملكة. قد نسجل في بعض المناطق أو نلامس درجة الصفر أو ما دون الصفر، مع أيضا تساقط الثلوج على جبل اللوز والمناطق المحاذية له. الحالة تبدأ بمشيئة الله كما ذكرت يوم الأربعاء، وتؤثر على المدينة المنورة ومنطقة مكة المكرمة. يوم الخميس تؤثر على منطقة الرياض وأيضا المنطقة الشرقية. يوم الجمعة بمشيئة الله يمتد تأثيرها حتى المناطق الداخلية كمنطقة نجران وجبال عسير وجبال جازان بمشيئة الله تعالى. نعم. طب أستاذ حسين، يعني كم تصل درجات الحرارة في تبوك؟ كما سمعنا في أو كما رأينا في مواقع التواصل الاجتماعي، تعرف تويتر وفيسبوك، أنها ستوصل إلى 8 درجات تحت الصفر، هل هذا صحيح؟ لا، 8 درجات تحت الصفر هذا يعني رقم مبالغ فيه، لكن أنا أود أن أشير إلى نقطة مهمة، أن انخفاض معدلات درجات الحرارة وملامستها للصفر أو ما دون الصفر هو أمر طبيعي في فصل الشتاء. وسجلنا في السنوات الماضية درجات حرارة دنيا وصلت إلى 7 درجات دون الصفر في بعض مناطق المملكة، خاصة في المنطقة الوسطى وأيضا المناطق الشمالية من المملكة، ولا يوجد هناك يعني إشارة إلى معدلات غير اعتيادية في فصل الشتاء هذا العام على المملكة. أما انخفاض معدلات درجات الحرارة بمعدلات ملحوظة وتلامس الصفر أو ما دون الصفر فهو أمر طبيعي في فصل الشتاء، ولا يوجد هناك يعني ما يدعو للقلق في هذا الجانب سوى أخذ الاحتياطات اللازمة والمعلنة من قبل الجهات المختصة، خاصة ل يعني أصحاب المواشي والمزارع لتفادي تأثر هذه المواشي والمزارع بسبب سقوط الثلوج والصقيع وانخفاض معدلات درجات الحرارة بشكل ملموس. نعم أستاذ حسين، أنت تحدثت قبل قليل عن بعض الانخفاض في درجات الحرارة في بعض المدن في المملكة كمرتفعات جازان وعسير والباحة. الانخفاض في درجات الحرارة هل ستكون موجة عامة على مناطق المملكة أم في هذه المناطق التي تحدثت عنها؟ يعني أنا أريد أن أوضح أن عادة المملكة تتأثر في فصل الشتاء بموجات قادمة من الشمال أو ما يسمى بسيبيريا، وتساهم في انخفاض معدلات درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، ولكن أول المناطق استقبالا لهذه الحالة هي المنطقة الشمالية وهي الأكثر تأثرا وانخفاضا في معدلات درجات الحرارة، تليها المناطق الشرقية والوسطى والجنوبية الداخلية من المملكة وأيضا كذلك المرتفعات. كما ذكرت في بداية حديثي أن درجات الحرارة ستدنو إلى تلامس الصفر أو ما دون الصفر على المناطق الشمالية، وأجزاء من الشمالية الشرقية أيضا قد نسجل درجات حرارة تصل إلى ما بين 2 أو 3 درجات وقد نلامس الصفر فيها أيضا. نعم، كان معنا المتحدث الرسمي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الأستاذ حسين القحطاني، شكرا جزيلا لك أستاذ حسين.
كما دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض إلى أخذ الحيطة والحذر والأخذ بالتدابير اللازمة للوقاية من المخاطر التي قد تنتج عن التقلبات الجوية وتجنب الأسباب المؤدية إلى حوادث باتباع التعليمات والإرشادات وعدم التقليل من المخاطر التي قد يتعرضون لها نتيجة هذه الأجواء. ونوهت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض إلى أخذ الحيطة والحذر باتباع التعليمات والإرشادات المتمثلة في استخدام وسائل التدفئة الآمنة وعدم اشعال الحطب والفحم في أماكن مغلقة وعدم التحميل الزائد على المواصلات الكهربائية أو التوصيلات الكهربائية كما هو معروف ومراعاة الجهد المناسب لها والمدفأة الكهربائية أيضاً.